السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على قناتكم ثقافة ومنوعات. في هذا الدرس الجديد الخاص بقسم الفوتوشوب وتعديل جديد على القناة، فإذا كنت من عشاق الفوتوشوب فابقى معي لتعرف كيف قمنا بتصميم هذا النموذج الذي سوف يظهر أمامك الآن. نبدأ على بركة الله. فايل اوبن بهذا الشكل، نفتح الباكراوند او الخلفية التي نريد ان نعمل عليها، نقوم بفك القفل عن اللاير، اختار اداة الكراب تول 1920 في 1080، بعد ذلك اضغط انتر، بهذا الشكل، ثم اضغط تأكيد بهذا الشكل. اتي الى هذه هي الايقونة create new fill or adjustment layer، بعد ذلك اختار brightness and contrast، brightness ناقص 125، واقوم بغلقها بهذا الشكل. مرة اخرى نفس الايقونة، هذه المرة hit and saturation، بعد ذلك اتي الى واقوم بجعلها حوالي ناقص 30 أو 29، هكذا ممتازة. بعد ذلك أتي إلى فايل بليس وأختار سكاي، نايس سكاي. بعد ذلك أضغط شيفت أند ألت لأحافظ عليها في المنتصف بهذا الشكل، ربما ممتازة. أضغط بالزر الأيمن برسبكتيف، بعد ذلك أضغط بهذا الشكل وأسحب إلى الداخل، هكذا ممتازة. أضغط تأكيد بهذا الشكل. ربما يجب أن أقوم بتغطية هذه الزاوية، أقوم بعد ذلك أضغط على Add Layer Mask، الأسود من الأعلى والأبيض من أسفل، البراش تول الهاردنس صفر بهذا الشكل، بعد ذلك أقوم ب أعتقد هكذا أكثر من ممتازة. بعد ذلك أفتح طبقة جديدة بهذا الشكل، أختار اللون الأسود، البرش تول الأوباسيتي هذه المرة أقللها إلى حدود 20 بهذا الشكل، وأضيف أعتقد أن هكذا ممتازة ورائعة. بعد ذلك أقوم بإضافة طبقة جديدة، بإمكانك تسمية كل طبقة وكل لاير باسم معين حتى تستطيع أن تتذكر كل طبقة ماذا يوجد فيها، هذا إذا كنت جديد خاصة على برنامج الفوتوشوب. بعد ذلك أقوم بعمل فلتر render and cloud بهذا الشكل، بعد ذلك أقوم بإضافة layer mask، أختار اللون الأسود من الأعلى واللون الأبيض من أسفل، البراش تول بهذا الشكل، الأوباسيتي أرجعها 100، الهاردنس 0 طبعا بهذا الشكل. بعد ذلك أضغط كنترول تي، أنا ضغط على زر الألت من الكيبورد وأكبر بهذا الشكل قليلا، أقوم ب التأكيد، أعود وأقلل الأوباسيتي في حدود 20، ربما ممتازة بهذا الشكل، و أعتقد هكذا أكثر من رائعة. بعد ذلك أتي إلى فايل بليس بهذا الشكل، أتي إلى النموذج وأضغط بليس، بعد ذلك أستطيع أن أقوم بتحريك الموديل، هكذا أضغط
تأكيد، أتي إلى اللاير الخاصة به، أضغط Ctrl وأتي إلى Quick Selection Tool Refine Edge بهذا الشكل، أختار On Layer L بهذا الشكل، هذا النموذج. بعد ذلك أتي إلى الموديل بهذا الشكل، بعد ذلك أقوم بعمل أوكي، أقوم بإضافة اللاير ماسك حتى تختفي التأثير المزعج ولا يظهر بأن الصورة مقصوصة وموضوعة بهذا الشكل. أعتقد أن الأمر ممتاز هكذا. بعد ذلك أتي إلى نفس الأيقونة دائما، سوف أقلل من الإضاءة الخاصة بالحاسوب قليلا، أتي إلى Brightness and Contrast وأعمل Clipping Mask حتى يطبق فقط على النموذج، ربما في حدود 55 أو 60، ممتازة. بعد ذلك أتي إلى نفس الأيقونة مرة أخرى، Head and Saturation و Clipping Mask دوما ليطبق فقط في حدود 30 دوما، هكذا أعتقد ممتازة. أقوم بغلقها بهذا الشكل، ربما Ctrl T الخاصة بالنموذج، أقوم بعمل Apply Layer Mask، فأنا لا أريد أن على سبيل المثال تعدل في الماسك، Ctrl T، قم بالتكبير قليلا بهذا الشكل، وأعمل مرة أخرى، أفتح طبقة جديدة بهذا الشكل، أسميها على سبيل المثال Background Effect بهذا الشكل، أسحبها أسفل من الموديل، أختار اللون الأحمر هكذا، ربما ممتاز. Brush Tool Hardness 0 Opacity 100%، هكذا ربما ممتازة. بعد ذلك أضغط على المود وأجعلها سكرين، Ctrl T، ربما سنقوم ب هكذا أكثر من رائعة، ربما سأقوم بإضافة Density قليلا، Ctrl G بهذا الشكل لأضيف قليلا، أقلل من الأوباسيتي الخاصة بالطبقة الثانية، لما لا، هكذا ربما ممتازة. بعد ذلك أقوم بعمل فايل، أتي إلى بليس، يمكنك أن تقوم بتصميم هذا الشيب بنفسك من خلال استعمال البين تول، أو يمكنك تحميله كالعادة من روابط سوف أتركها لك أسفل الفيديو بهذا الشكل، ربما هكذا ممتاز. Ctrl G لنسخه في طبقة جديدة، أؤكد أولا، بعد ذلك Ctrl G، Ctrl T، كليك على الزر الأيمن للفأرة وFlip Horizontal، بعد ذلك أنا ضغط على Shift وأستمر في السحب إلى غاية الوصول إلى الجهة المقابلة، بعد ذلك أقوم بعمل تأكيد، أتي إلى اللاير الخاصة بالشيب، أضغط مرتين متتاليتين، أتي إلى Outer Glue بهذا الشكل، بعد ذلك أقوم بعمل Noise، خليها هكذا، أريد أن أغير اللون بهذا الشكل من الأحمر إلى الشفاف، أضغط OK، أتي إلى السايز و النويز ليس جيدة هكذا،
ربما هكذا ممتازة. أضغط أوكي. بعد ذلك أتي إلى الإيفكت وأنا ضغط على زر الألت بهذا الشكل، أحمل الإيفكت وأطبقه على الشيب المقابل. بعد ذلك يمكنني مرة أخرى إضافة اللاير ماسك بهذا الشكل لأقوم بنزع جزء من الأسفل حتى يظهر وكأنه يخرج من الأرض مباشرة. اللون الأسود على البراش تول بهذا الشكل، الهاردنس ربما في حدود 20 هكذا. بعد ذلك أستطيع أن أقوم بعمل تأثير على الموديل بهذا الشكل، أقوم بفتح طبقة جديدة فوق الموديل بهذا الشكل، أفتح طبقة جديدة، أضغط بالزر الأيمن Create Clipping Mask وأقوم باختيار اللون الأحمر، Brush Tool و الهارنس أو الأوباسيتي 100%، الهارنس 0. أقوم بتقليل وتصغير البراش بهذا الشكل. بهذا الشكل أقوم بتقليل الأوباسيتي في حدود ربما 30 جيدة أو مقبولة. بعد ذلك أفتح طبقة جديدة بهذا الشكل، أقوم بعمل Add Layer Mask مرة أخرى، Create Clipping Mask عفوا بهذا الشكل، وأقوم باختيار بهذا الشكل، ثم أتي إلى المود وأختار Overlay. بعد ذلك أتي إلى الأوباسيتي وأتركها في حدود 50 ربما، ممتازة بهذا الشكل. أعتقد أن هكذا ممتازة وجميل. بعد ذلك أستطيع أن أتي إلى هنا، أتي إلى نفس الأيقونة Brightness and Contrast بهذا الشكل، وأقوم بإضافة في حدود 30 ربما، ممتازة. أقوم بغلقها بهذا الشكل، أتي إلى الماسك الخاص بها، اللون الأسود، البراش تول بهذا الشكل، الهاردنس 0 دائما بهذا الشكل، كنترول ناقص، وأقوم بهذا الشكل. بعد ذلك ربما سوف أقوم بإضافة تأثير جميل أيضا مرة أخرى بهذا الشكل، اللون الأحمر، البراش تول هكذا، وأقوم بإضافة sometimes like this بهذا الشكل. أتي إلى المود وأجعله light color أو بين لايت بهذا الشكل، الأوباسيتي في حدود 20 أعتقد ربما هكذا ممتازة. أتي إلى أعلى، أختار مرة أخرى كيرفز بهذا الشكل، و أتي إلى بلو شانل بهذا الشكل، أسحب قليلا إلى أعلى اليالو هكذا، وأقوم بغلقه. بعد ذلك أتي إلى هنا بهذا الشكل، Color Balance، ربما أقوم بإضافة الأحمر قليلا. أعتقد أن حلقة وموضوع اليوم قد انتهت. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، حتى نلقاك في فيديو جديد وحلقة جديدة. لا تبخل علينا بالنقر على زر لايك سبسكرايب في القناة، وسلام. ضغطة واحدة بهذا الشكل. بعد ذلك أتي إلى المود وأجعله سكرين بهذا الشكل.
بعد ذلك آتي إلى فايل بليس مرة أخرى، أصعد إلى